مرحبا سيد الرئيس. اهلا وسهلا. طارق حمدان من فرانس ميديا موند، فرنسا الدولية للإعلام، إذاعة مونتي كارلو الدولية باريس. اسمح لي أن أعود مجددا عند المقدمة أو بداية هذه الجلسة أو الموضوع الذي فتحته عند بداية هذه الجلسة، موضوع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. السيد الرئيس، ما هو تعليقكم حول الانتقادات الكثيرة الموجهة لملف حقوق الإنسان في مصر؟ التقارير الكثيرة التي تتحدث عن الأعداد الكبيرة لمعتقلين على خلفية سياسية، حجب المواقع والصحف، التضييقات على حرية الرأي والتعبير أو ما يوصف. أول أمس عند افتتاح هذا المنتدى ظهر خبر حزين يتحدث عن تجميد عمل الشبكة العربية لحقوق الإنسان، هذه مؤسسة تعمل في مصر منذ 18 عاماً. ما هو تعليقكم على كل ذلك؟ شكرا. شكرا. طيب، يعني عايز اقول لك على حاجه، انت مصر يا استاذ طارق على على السؤال دوت، على الموضوع دوت. انا هستفيد من انا قلت طبعا بدايه كنت اقصد بيها ان احنا يعني الموضوع ده يبقى من ضمن الموضوعات اللي احنا غطيناها، لكن انا هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا، الشباب المصري، ولو في حد من الشباب الآخرين مستعد إن هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال أسبوع اتنين، شهر اتنين تلاتة، يتم يعني الوقوف على حقيقة ذلك. واللجنة دي لما أنا بكلم من شباب محايد خالص، ولما اللجنة دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهارده في الكلام اللي بيطلق ده بالارقام اللي بتتقال ديت ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز اقول لك ايه؟ احيانا بيكون البنات اللي بيتم التحصل عليها بنات مش دقيقه. ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كامله. فبالطريقه دي اتصور هيكون اجابه، مش إجابة بقى إجابتنا كمسؤول، إن إحنا دولة قانون وإن إحنا ما بيتمش أي إجراء خارج الإطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء، لا مش هقول كده خالص، هقول هاتوا البيانات اللي أنتوا بتتكلموا عليها ديت، الأعداد الكبيرة، القوائم بتاعة الاختفاء القسري، وتعالوا كلامنا عملناه قبل كده، عملناه قبل كده، وكان في لجنة اتشكلت في أول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنة دي تشوف الموضوع دوت، واي اي اجراء خاطئ مستعدين ايه نصوبه، لان احنا في النهايه انا عايز اقولك على حاجه، اوعى تزعل يا طارق، يعني هو انت بتحبوا شعبنا اكتر مننا؟ هو انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ لا، وانا بكلم للي بيسمع مش ليك يا طارق. انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل، مساعدين ساعدونا. البلد دي عايزه تعيش، والشعب ده عايز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكايه، عايزين نبقى حكايه احنا كمان. محدش يعيقنا ويعرقلنا بالكلام ده، وعشان كده قلت اعملوا لجنة وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا النتائج بتاعتها. لكن تاني بقول محدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح، بنحبه ايه؟ مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع متخلفة في كل شيء، عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا ناتج محلي، بدل ما المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش.